بخصوص السؤال المطروح يعني حول مدونات الاسره، صراحه فالموقف ديالي ولا الراي ديالي ما يمكنش نحسن فيه. واش ضرب شي واحد الفئه معينه ولا يعني عطى اكثر ما تستحق الفئه اخرى، ولكن اللي يمكن نحسن فيه انه خلق واحد الصراع بين يعني الرجال والنساء، وهذا الصراع يعني كيبين بان راه واحد الفئه معينه ما راضياش. انا كيبان ليا يعني من رايي المتواضع ان الساهرين على هذه المدونه يعني يتريثوا قليلا، وان يعني يحترموا خصوصيه المجتمع المغربي وخصوصيه الدين المغربي كي لا تكون له عواقب وخيمه في المستقبل. ايضا فيما يخص موضوع اليوم الذي يتعلق بمدونه الاسره، وهل الرجل او يعني الفئه الذكور يعني كانت مدونه الاسره يعني ضد حقوق مثلا الرجل. اعتقد ان مدونه الاسره بعدما حاولوا يعني الناس المتخصصين في الميدان انهم ولا المحللين انهم يشوفوا يعني هل هناك حقوق للرجل في هذه المدونه، اعتقد انه هناك ظلم صراحه في بعض النقاط من في هذه المدونه، حيث انه اذا كنا نتحدث عن المساواه ما بين الجنسين فانه يجب ان تعطى نفس الحقوق، يعني نفس الحقوق لا للرجل ولا للمرأة، من أجل أن تكون هناك كفة متعادلة ما بين الطرفين ومن بين الجنسين كي يستقيم المجتمع، وأن يكون هناك العدل ما بين الجنسين في هذا الصدد. أتمنى إن شاء الله أن يعاد النظر وأن لا تكون كفة أحد الجنسين يعني طاغية على الطرف الآخر. وشكرا لكم. بالنسبة للرأي ديالي على مدونة الأسرة الجديدة، كنظن على باعتبارنا احنا كدولة مسلمة اننا عطينا المرأة حقها، ما نحتاجش ان شي واحد يبين لينا زعما شنو المرأة خاصة. عندي فكرة عامة على الموضوع، من بين هاد القوانين اللي سمعت ولا من بين هاد القرارات اللي اتخذوا فالآخر، هو أن الرجل إلى طلق المرأة يعطيها يخويه والدار. كنظن أن هاد القوانين محتاجوش شي واحد يقولهم لينا، راه هاد القوانين عندنا ديجا في الدين ديالنا الإسلامي، بأن المرأة إلا ما باش تخرج من الدار من حقها ما تخرجش. كما قالوا الدراري اللي قبل مني، طارياتو شويه في القرارات اللي كتاخذوا، وحاولوا تنصفوا الدراجه شويه.